من الحالات الشائعة جدا لو يجي عندنا مريض داخل المسجد بأي مرض، سواء مرض قلبي أو جراحي أو تنفسي، يدخل فجأة بارتفاع أرقام الكرياتينين واليوريا. المريضة تدخل بشيء اسمه قصور كلياحات. ذكرت إن هالمريض هذا عنده قصور كلياحات ولا أذية كلوية حادة ولا عنده قصور كلية مزمن تحول بشكل مفاجئ لقصور كلياحات، لازم يكون عندنا فكرة ولو مبسطة عن المحور هذا. كل طبيب داخلية، كل طبيب كلية لازم يعرف كيف يتصرف مع الحالة الإسعافية الحرجة اللي راح يمر فيها المريض. خطة المحاضرة اليوم لازم نحكي شوي عن تعريف قصورات الكلية، شوي نشخص بعض الحالات المرضية وناخذ فكرة مبسطة عن العلاج، وأخيرا ممكن نعرض بعض الحالات الخاصة. كتعريف قصور الكلية الحاد، جمعيات كثيرة عرفت قصور الكلية الحاد. في عنا جمعية كيديغو البريطانية عطت تصنيف جديد لتعريف قصور الكلية الحاد، هو ارتفاع في قيم الكرياتينين أكثر من 0.3 ميلي جرام في الديسيلتر خلال 48 ساعة. ارتفاع مفاجئ في قيمة الكرياتينين أكثر من 0.3 ميلي جرام خلال 48 ساعة تعبر عن الأكيدي قصور كلية حاد. أو حطت الأو، لما يكون عندي مريض عنده كرونيك قصور كلية مزمن وفجأة ارتفع الكرياتينين، بدون هذا الارتفاع حاد على أرضية مزمنة ولا ارتفاع مزمن؟ حاد على أرضية. كيف بدي أعرف؟ قال ارتفاع أكثر من نص البيزلاين القديم، أكثر من 1.5 من البيزلاين القديم للكرياتينين. مثلا كرياتينين مريض كان 2 فجأة صار 5، ارتفع أكثر من 1.5 عن القديم، فهذا يعتبر قصور كلية حاد، لكن المدة الزمنية خلال 7 أيام. هذا الفرق بين القيمتين. لما بقول ارتفاع حاد، ارتفاع أكثر من 0.3 ملي جرام في الديسيلتر للكرياتينين خلال 48 ساعة يكفي لتشخيص قصور الكلية الحاد. لكن لما بيكون في عندي كرياتينين سابق قديم، يعني بيجونا مرضى عنده قصور قلب عنده كرياتينين طالع، بيجينا مرضى عنده سرطان كرياتينين طالع، عنده أذية كلوية خفيفة كرياتينين طالع خلال سنوات وأشهر، فما أقول ارتفاع مفاجئ للكرياتين أكثر من 1.5 من البيزلاين القديم من المعيار القديم خلال 7 أيام متتالية، هذا مشخص لقصور كلية حاد داخل الأرضية مزمن. أيضا أضافوا تعريف انخفاض الصبيب البولي أقل من 0.5 ملي على الكيلوغرام في 24 ساعة خلال في الساعة أسف خلال 6 ساعات. يعني إذا ما في عندي صبيب بولي خلال 6 ساعات انخفض أقل من 0.5، فهذا بيدل على قصور كلية حاد. هذول 3 تعاريف لازم ما بننساها. خلينا نشوف الدوائر بهالعرض. ها في عنا قصور مزمن في الكرياتينين بتراكا بس اشتقت المعدل، يعني لما بقول قصور كلية مزمن في عندي مراحل كتير من ستيج 1 لستيج 4. رقم الكرياتينين احيانا ما بتاخذ بعين الاعتبار، حالة السريرية اللي بتاخذها بعين الاعتبار، احيانا الكرياتينين بوصل عندك المعيار عالي لكن ما في عندك ادرار بولي على الخالص، انت ما بتعتبري هون المشكله فقط بالكرياتين، لازم تراقبي المعايير الاخرى. لكن في ستيج ثابت راح نعطيه بالمحاضره القادمه ان شاء الله قصور الكليه المزمن، لكن انا لما بكون عندي قصور كليه فوق الاثنين هذا صار عندي زمان، فوق 1.7 بالتحديد هذا صار عندي زمان. لكن زمان يا هل ترى هالزمان هذا بدي ادخل عليه بدي اقدم له شيء ولا احط مراقبه وكذا، له محور اخر تتابع ايكويا وتحاليل وتتابع اهم شيء الصبيب البولي. بيجيك الكرياتينين 7
باليوم الاول بعد يرجع 5 3 2، لكن عندك سحبول او مش الموضوع لسه موضوع كبير. خلينا نشوف الدوائر هاي. مع في عندنا قصور كليه حاد وقصور كليه اديه كلويه حاده انجلي، وفي عندي قصور كليه مزمن. عم لاحظ الدوائر كلها متداخله مع بعض، يعني انا ممكن يكون عندي اديه كلويه حاده ضمن قصور الكليه الحاد، وممكن يكون عندي اديه كلويه حاده ضمن قصور الكليه المزمن، وممكن ضمن قصور الكليه المزمن اشوف قصور كليه حاد. فالاليه كلها مترابطه. ايش المعايير اللي بتختلف؟ معايير كثيره رح نتطرق عليها بشكل تدريجي. طب انا كيف تميز ما بين الاكي دي والسي كي دي والاكي اي؟ كيف تميز بيناتهم؟ رح اميز بيناتهم بتعالي ثلاثيه على الشكل التالي حسب نفس الجمعيه. عرفنا نحن قصور الكليه الحاد هو زياده في الكرياتينين اكثر من 50%، اكثر من 0.3 يعني خلال 7 ايام. لما اقول الزمان معناته بلش الرشح الكبي بقل. اذا انخفض الرشح الكبي اقل من 60 ملي في الدقيقه لمده اكثر من 3 اشهر صار عندي كرونيك، صار عندي كرونيك قصور كليه مزمن. فاول معيار للازمان هو الرشح الكبي انخفض، لكن المده الزمنيه مش يوم يومين، بعد 3 اشهر. لما اقول قصور كليه حاد دخل فيه اذيه كلويه حاده، انخفاض الكرياتينين، والجي اف ار اقل من 60% لكن المده اقل من 3 اشهر. هذا الفرق بيناتهم بين الحاد والازمان. هذا مثلا بدي المعيار هذا. اذا لما ميز ما بين الاذيه والقصور الحاد، الاذيه انخفاض الكرياتينين 50%، لكن القصور الحاد انخفاض الكرياتينين اقل من 0.3 او زياده الكرياتينين اسف اكثر من 0.3 خلال اسبوع مع رشح كبي بلش ينزل، لكن المده الزمنيه انه هالرشح الكبي فترته محدوده اقل من 3 اشهر. لكن اذا كان رشح الكبي منخفض اقل من 60% في الدقيقه لمدة أكثر من 3 أشهر دخلنا في الإزمان. مجرد تعاريف. طب أنا كيف بدي أميز ما بين الإزمان والحاد؟ إيش هي التشخيص أو الوسائل المساعدة اللي أعرف إنه هذا مزمن وهذا حاد؟ المعيار الأول لازم يكون عندي تحليل كرياتينين قديم. إذا كان موجود عندي كرياتينين قديم، مريضك عنده كرياتينين صار 5، ممكن هذا مزمن لسه الجي اف ار مقبول 35. كيف تعرفوا إنه هذا؟ إذا أعطيني تحليل قديم. إذا أعطاني تحليل قديم وبعده 5، أنا اعتبرته مزمن بشكل أبسوليوت قاطع. لكن أنا ما عندي. خلينا ندخل بالايكو. ايش بيفيدنا الايكو؟ الايكو بيفيدنا حجم الكليه الفوليوم، وبيفيدنا الكورتكس ايش وضع القشره. انا بعرف حجم الكليه شد قطر الكليه 11 سم ماشي 11 سم. اذا الحجم هذا انخفض قل الحجم اقل من 9 دخل عنا، معناته هذا مريض ما في قصور كليه مزمن لكن فتره زمنيه طويله. التمايز القشري اللبي، انا بعرف الكورتكس لونه غامق غماقيته لكن تكون اغمق، يعني لما بميزها بقول انه غماقي لازم تكون اغمق من الكبد، يعني اكثر سوادا من الكبد. وبعرف اللب لونه رمادي رمادي. السبب كورتكس فيه النفرونات واللب فيه الانابيب، والانابيب فيها البول يعني فيها الرشح، فبيكون لونه ابيض. فإذا كان الكورتكس السوداد قل أقل من الكبد أو صار يواسي لون اللب، معناته أنه صار عندي خلل في التمايز القشري اللبي. هذا دل على إصابة كلوية ممكن تكون حادة، ممكن تكون حادة، ممكن تكون مزمنة، ممكن تكون مزمنة، لكن هذا
بيعطيني شيء ثابت انه هذا قصور كلوي حاد؟ لا، لكن بيميز. لكن مين بيميز الاول للقصور كلوي حاد؟ التحليل الكرياتيني القديم. ايضا احكي عن مريض ما فقر دم. المريض عنده فقر دم، مريض عنده خضاب 5.5-6-7 وعنده قصور كلية مزمن، او مريض عنده قصور كلية مزمن، رح يصير عنده خضاب نازل؟ ايه رح يصير، رح يصير عنده سبب؟ لا، في عندي افراز الاريثروبيوتين، هرمون الاريثروبيوتين اللي ما بيحرض انتاج كريات، انتاج الدم عن طريق العظام. لكن هالرقم هذا رح يكون فقط في قصور الكلية المزمن. مريض عنده نزيف هضمي علوي، مريض عنده حادث سير فقط كمين الدم خضابه نزل دخل بقصور كلية، قصور كلية حاد. لذلك الرقم ايضا مش معياري. ايضا في عندي اضطراب الشري، كالسيوم فوسفور هرمون جارات الدرق بارك الله. بالعادة في قصور الكلية المزمن كالسيوم بيطلع، فوسفور بيطلع، والدي دي اتش بينزل. لكن ايضا في الحاد راح يكون عندنا انخفاع في الكالسيوم والفوسفور وانخفاض في هرمون جرات الدرق. لذا الثلاثي هذا مش معيار مطلق 100%. المعيار الاساسي الباراثرمون، لا الكالسيوم في الازمان بينزل، مظبوط، الكالسيوم بينزل والفوسفور بينزل، الباراثرمون بيطلع. ولكن في الحاد كمان الكالسيوم بينزل والبي اتش بينزل والباراثرمون بيطلع. إذا الثلاثي هذا غير مشخص أو غير مميز ما بين الأكيوت والكرونيك. لكن مين المميز الأول؟ أتمنى أن ما ننسى هالشيء. الدور طبعا جيد. طيب في تظهر في الحاد لما يكون في عندي إصابة نخرية ضمن الكبيلة، بس يكون في عندي التهاب أنبوبي نخري، ماشي، أو الداء الأنبوبي النخري، وهو من الأمراض الشائعة في الكلية، بسبب لي إصابة حادة ضمن الكبيلات وبالتالي يصير التميز سيء. لكن مو مميز، برجع أقول مو مميز. الإيكو كمان، جماعة الإيكو في عندهم فخ، بقول لك مريض عنده قصور كلوي لكن عنده سكري. السكري كمان بيأثر في المراحل المتقدمة على التمايز القشري اللبي، لكن هل هي الأرضية حادة ولا مزمنة؟ أيضا بضيع أخصائي. لهذا أنا بس حطيت هدول الثلاثي جنب بعض إنه هدول مميزات، لازم أعرف الكرياتينين القديم هو الأساس. ايضا مرضى الداء النشواني كما بيجي على عرضية حادة ومزمنة بيخربط مريضة ويخربط اخصائي الايكو في التشخيص. طيب انا ايش بدي اساوي؟ شو ردة فعلي الاولى لما اشوف عندي مريض عنده قصور كلية حادة؟ لازم اخذ في عين الاعتبار المعايير التالية. ارتفاع البوتاسيوم فهو من اخطر الحالات اللي بنشوفها لمريض قصور كلية حاد ومزمن، لأنه ما أعرف كيف أدبره الداخل عليه. يعني أول شاردة بتأثر على عضلة القلبية. كمان إذا كان في عندي وزمة رئة، مريض قصور كلية حاد ومزمن، أحسب لك حالة مهددة للحياة ألا وهي وزمة الرئة. مريض عنده إزمان وعم بسمع عندي خراخ رطبة في الساحتين داخل وزمة الرئة، أعطي سوائل ما أعطي سوائل، قديش احدد كميه السوائل، اعطي مدرات ولا ما اعطي؟ فالحاله لازم اعرف كيف اتصرف بها. مريض اذا كان عنده سباب تاموري كمان حاله تعتبر مهدده. لكن هل السباب هذا انا بالعاده بشوفه بقصور الكليه الحاد؟ لا، بشوفه بالمزمن الغير المهمل، يعني حاله سيئه جدا جدا. كمان لما يكون في عندي التنادر الكلائي الكلوي او انحلال الكلائي الكلوي،
الترادر الدماغي الكبد الكلوي. لما بيكون في عندي مريض عنده قصور كلية حاد او مثل صار عنده اصابات عصبيه دماغيه في ارتفاع اليوريا اثرت على المريض من الناحيه العصبيه صار معه تشويش او ممكن يوصل لحتى صرع واختلاجات، كمان حاله مهدده للحياه. حتى من ناحيه الاخصائيين الكلية المريض عنده مجرد تشويش لازم تتدخل بشكل سريع، تشويش دماغي كونفيوجن يعني، مو بس انه لا يكون عنده صرع للداخل، انا التداخل ما بين بدايه الحاله الدماغيه والاصعب شيء بالحاله الدماغيه نفس التداخل، او لما يكون في عندنا حماضات خاصه الحماضات خطيره جدا تاثر على الكليه واستقلاب الجسم فلازم اخذها في عين الاعتبار. اذا اول حاله تواجهني في الاسعاف من المهددات الحياة هي خمس حالات لازم يكون في عندي تصرف سريع لهالخمس حالات. طيب ايش هي الحالات الثانية اللي ممكن تواجهني بالإسعاف؟ لازم أعرف أنا أيضا بأسطول الكلية الحاد ايش هو الصبيب البولي، هل عندي شح بول أو أسف عندي الزرام انعدام في البول او عندي شح بول او بيكون البول صبيب البولي الطبيعي. لازم اجمع بول 24 ساعة واشوف قديش الكمية. اذا كان في عندي انعدام البول وشح البول، شح البول كمية البول اقل من قد 400 اقل من 400 في اليوم، فالتداخل ما بينهما يختلف قديش انا بدي اعوض وقديش بدي احسب كمية الصادر. لما بيكون عندي مريض عنده قصور كلية حاد وفي شح بول يعني في عنده زرام يعني على خالص ما في بول، بتهمني ارقام اليوريا الكرياتينين؟ ما بتهمني، بهمني دائما الرشح يعني مريضه يعني الكليه هل فلتر هاي ما بيجيها دم على خالص، ما في بليوم ما في حجم ما في سوائل وما في فلتريشن يعني ما في رشح كبي، انا ايش بفيدني رقم الكرياتينين؟ بيجيب واحد والله عندي قصور كلية مزمن صار عندي قصور كلية حاد على أرضيته وارتفع الكرياتينين في اليوم الأول صار 6 ثاني يوم صار 3-4 أي وضع مريض كويس، مش قد الصبيب البولي والله ما بول بعد معناته مريضك مرتاح؟ لا، بس ما في عندي صبيب بولي أو كان عندك شح بول أرقام اليوريا الكرياتينين حطها على جنب، بدك تشوف ايش المشكلة الأساسية اللي أدت إلى هالشح هذا. ممكن احيانا ما تكون كلوي، يكون ما بعد كلوي، ممكن تكون عندي مشكله على الحاله، واحد عنده كليه وحيده ونسد الحاله بالايمن مثلا او كليه ثانيه ضامنه سد الحاله ما عنده شيء حصاص ساده صار عنده قصور كليه حاد، فلازم تسوي تداخل اسعافيه، او في عنده ضخامه بروستات كبيره جدا ادت كمان الى شح بول. كمان من الحالات الثالثه اللي لازم انتبه عليها شوف ايش عم ياخذ ادويه ميديكيشن. مريضك عنده قصور كليه مزمن وعم ترتفع ارقام الكرياتينين شوي شوي، بتعالجه وماشي الحال، ترجع ترتفع، اعطيني ادويتك يا اخوي، عم تاخذ شيء دواء جديد، والله عم باخذ بروفين بسايكس. المشكله لازم اشوف الميديكيشن او اشوف الايس ايش وضع كابوتاج نبريد، ايش وضعهم في قصور الكليه الحاد والازمان واي مرحله لازم احطهم انا. هل فاقم الحالة ولا ما فاقم الحالة؟ لازم انتبه عليها. مريض عنده كرياتينين 1.7 وبعدته انت ليسوي مثلا انجيو او يسوي سيتي سكان وعطيته يود، هل يعتبر عامل خطورة؟ معروف اليود من المواد السامة للكلية، فبترفع الكرياتينين اشوف بسأل مريضي اليوم ارقام طلع والله امبارح ابعتني صار عندي احتشاء عضلة قلبية صورنا انجيوغرافي قسطرة يحقنا فلاكونتين 100% يو مشكله كمان، او كمان اذا كان عنده اوبستراكشن على مستوى الحاله او على مستوى البروستات. هاي الشيء الاسعافي والاولي والثانوي لازم اخذه في عين الاعتبار، لازم اعرف الامور الخمسه المهدده للحياه واعرف شو لازم اتداخل امتى، اشوف صبيب البولي وقديش كميته وشو وضع الادويه اللي كان عم ياخذها. بالنسبة للأسباب، إيش هي أسباب قصور كلية الحاد؟ إيش هي الأسباب؟
قبل الكلوية والكلوية؟ نعم. بعد الكلوية. نشوف الأسباب. هل هي غرينا أو رينا أو ما بعد كلوية بوست رينا؟ أسباب كثيرة راح ندرجه بمجموعة من الجداول، في أرقام راح أركز عليها شوي لنفهمها. أسباب ما قبل الكلوية، أسباب ما قبل الكلوية، يعني مش تتوقعوا نقص دوراني، إصابة وهب دوراني، نقص الحجم، يعني نقص كمية العصير اللي عم بيجي للكلية مشان تتفلتر، مثل قصور قلب احتقان. واحد اثنين صدمة نزف، نقص الحجم، نقص كمية الدم الوارد للكلية. انتان دموي كمان، كمان مظبوط بسبب كمان قصور كلية. حمام قاعدة بيأثر على المبيبات أكثر. غيره صدمة تحسسية، صدمة كلها صدمة تحسسية ولا صدمة التخدير ولا صدمة الأرجية كلياتهم ولا الإنتانية، كلهم بسبب قصور كلية ما قبل كلوي. هيا نرجع ما قبل كلوي، قبل الأرتريولات، قبل الأفرنت والإفرنت كمان احتشاءات، يعني الكلوي على مستوى الشريان الكلوي، تضيق على مستوى الشريان الكلوي، خاصة إذا كان كلية وحيدة، رح تقلل كمية الدم الوارد إلى الكلية، بالتالي رح يصير في عندي إصابة كلوية. كمان بيأدي يعني في عنا المعيار الأبسوليوت المطلق لقصور الكلية ما قبل الكلوي هو نقص كمية الدم أو الفوليوم نتيجة النزف. هذا أكثر شيء شائع وبنشوفه خاصة بمرضى الحوادث ومرضى السرطانات والنزوف الهضمية. صار عندك فقر دم مفاجئ، خفض كمية حجم البلازما والدم للكبيبة. هالكبيبة هاي فيها أفرنت وفيها إفرنت، إيش راح يصير بالأفرنت؟ راح يتوسع الأفرنت، يتقبض الإفرنت، في لها آلية معاوضة لتحافظ على ضغط كبيبي معتدل ضمن الكبيبة، لكن مع مرور الوقت وانخفاض كمية الدم القادمة هالآلية هي رح تصير آلية عكسية على الكبيبة، فرح تدخل الكبيبة بقصور من منشأ المعاوضة. أيضا نقص الحجم نتيجة قصور تشمع قصور القلب وتشمع الكبد لآلية معروفة، أو إصابة تضيق على مستوى الشريان الكلوي، أو احتشاء على مستوى ستينوزيس أو نفراكشن على مستوى الشريان الكلوي، كما راح تقل كمية الدم اللي توصل الكبيبة، فأنا لازم أتداخل على الشريان هذا توسع. كمان إذا كان في عندي إصابة هيماتينيميكية على مستوى ضغط الكبيبة، الضغط ضمن الكبيبة، يعني عم ياخذ مريض إنسايتس أو عم ياخذ الإيس، أثرت على الشريان الوارد والصادر بآلية جملة الرينين أنجيوتنسين، فرح تغير الضغوط ضمن الكبيبة، هذا رح يؤدي إلى قلة رشح الكبدي، مع مرور الوقت رح يدخلنا في قصور كلوي. هاي بشكل عام الأسباب ما قبل الكلوية. أسباب الكلوية أسباب كثيرة. الفاسكوليتس فيها كبيبات الكلية، ارتفاع الضغط الخبيث الغير مضبوط كمان يصير لك مشكلة على مستوى الكبيبات، يا كبيبات الكلوية والباستا. التهاب النسيج الخلالي، وهو الحيز الموجود ضمن الكبيبات اللي له دور كبير في الرشح الكبدي وآلية الفلترة والريأبزوربشن امتصاص، فأي إصابة التهابية فيه رح يسبب لنا هالشيء. التنخر الأنبوبي الحاد، وهو من أشيع الأمراض الكلوية وله أسباب كثيرة، ممكن هي إصابة وعائية نقص دروية، أو ممكن تكون مصادر خارجية وداخلية، مثلا أدوية الالتهاب
مضادات الالتهاب مثل الجنتا أميكا جنتا والأميكا أحد الأسباب تؤدي إلى الـ RTM وهي حالة شائعة جدا. أحياناً يصاب مشاكل تماسية أو تحسسية ممكن تكون منشا خارجي تؤدي إلى الإصابة في تنخر الأنبوب الحاد. ممكن يكون منشأ داخلي، يعني تنخر أنبوب الحاد من منشأ داخلي. مريض مثلا عنده حمض البول عالي، بلورات عالية رح تسبب أذية في الكبيدات، بالتالي رح يصير في عندي إصابة في نخر الأنبوب الحاد. مريض في عنده إصابة عضلية مزمنة راح تؤدي ذلك إلى ارتفاع قيم البروتينات وانحلال بروتيني، هذا بدوره يؤثر على الكبيبان يعطينا إصابة كلوية. الديجمنتيشن التصبغات كمان لها دور كبير، إصابات المناعية التصبغية كمان ممكن تؤدي إلى نخر أنبوب الحاد. تمام، هيك مختصر عن الأسباب الكلوية. أسباب ما بعد الكلوية على مستوى الحالب والمثاني، إذا كان في عندي انسداد كبير خلف المثاني وخاصة تجمع السائل خلف المثاني وخاصة في obstruction على مستوى البروستات أو إصابة في انسداد على مستوى الحالب. هاي الصورة توضح لك مجموعة من الآفات المسببة لقصور الكلية الحاد، سواء كانت ما قبل كلوي أو كلوي أو حتى ما بعد كلوي، مجموعة بسلايد كبير، سواء كان مستوى الشرايين أو مستوى الصديد أو الحجم أو مستوى الكبيبة. ضمن الكبيبة وضح لك كل الأسباب مثل التهاب الكبيبات واللوبس وكثير أسباب، والصورة عندي والRGA مجموعة كبيرة ما بعد الكبيبة كمان يصير عندك والتنخر الأنبوبي. طيب مريض جانا على المشفى وبنعالجه مثلا بقصور قلب، صار معه قصور كلية حاد. أكثر أسباب قصور الكلية الحاد المشفوية أكثرها هي تنخر الأنبوب الحاد، هي أكثر الأسباب. يليها الأسباب ما قبل الكلوية برينينا، هي أكثر الأسباب اللي بنشوفها مشفوية شائعة كثير، خاصة في دراسة بريطانية عملت كمان لمجموعة من المرضى المشفويين دخلوا بقصور كلية حاد، عملوا أبحاث عليهم، تخيل أنه التهاب كبيبات الكلية لا تشكل أقل من 3%، رقم قليل جدا خاصة سريع مترقب، بينما أخذ التنخر الأنبوبي سبب عالي يعني 40% من الحالات. وأسباب ما قبل الكلوية سواء كان تشمع أو قصور قلب أو نقص الحجم أو خفة أو نزف، أخذت نسبة عالية ما بين 25-30% من الحالات. كمان كيف نشخصها؟ كمان وضح هون الأرقام أنه لازم تعتمد على الصديد البولي أكثر مع ارتفاع في رقم الكرياتيني ما بين الحاد والإسلام. كمان هاي الدراسة، كمان وضحت شيوع الأسباب ما بين ما قبل الكلوي والكلوي وما بعد الكلوي. مثلا أخذت ما قبل الكلوي تؤدي إلى 60% من الحالات بصورة كلية الحاد، والأسباب اللي حكيناها أسباب كثيرة، حتى من ضمنهم كالسيوم انهيبيتورز، مطبقات الكالسيوم تستعملها في مرضى السرطانات او لما نزرع كليه، تزرع كليه بتعطي مطبقات الكالسيورين، اسمها ما بعرف شو كان اسم علمي نسيانه، هي بتؤدي الى قصور كلوي ما قبل كلوي. الايس والارس لها دور كثير كمان في الادويه. هي نسبة الأسباب الكلوية تشكل 40% من قصور الكلية الحاد، أسباب كثيرة جدا، حتى الـ RCOS والـ TTP الهلالية الوريدية
والفريات. أسباب ما بعد الكلوية شكل 10% وأسباب جراحية على الأغلب اللي وضحناها. إذا كان عندي قصور كلية حاد كل أعضاء الجسم رح تتأذى من الرئة إلى الكبد إلى العظام إلى الدماغ. طبعا إيش بدي أطلب؟ أطلب تحاليل. أطلب تحاليل كثيرة، يوريا، كرياتينين، أطلب بروتين، أطلب ألبومين، أطلب إيكو، لكن بهن رقمين من السلايد هذا. أطلب الـ FENA طرح الجزئي للصوديوم. قديش يكون في الأسباب ما قبل الكلوية والأسباب ما بعد الكلوية، هذا بهم كثير. وأطلب اليوريا أيضا، اليوريا المطروحة، نسبة اليوريا المطروحة إلى الكرياتينين. أبلاحظ إنه الـ FENA بالمية أقل من واحد في الأسباب ما قبل الكلوية، لكن بيكون أكثر من واحد في الأسباب ما بعد الكلوية، وهذا بديهي. يعني أنت إذا عندك سبب ما قبل كلوي، مثلا قصور قلب أو نقص كمية الحجم الدم الواردة للكلية، إذا نقصت كمية حجم الدم الوارد للكلية، الكلية رح تسوي ريأبزوربشن، رح تعيد امتصاص الماء، والماء رح يحفظ الصوديوم، بالتالي رح تخفف من الإدرار، رح تخفف من الصوديوم المطروح، لذلك كمية الصوديوم المطروح في القصور ما قبل الكلوي قليل. لكن لما يكون عندي قصور كلوي معناته الكبيدة صار فيها دمج كبير، معناته صار عندي تنخر، صار عندي اطراح للصوديوم، رح تفقد صوديوم كثير في البول. الرقم هذا كثير مهم في التحاليل الكلوية. كمان البولة بتلحق الصوديوم. لما بيكون في عندي قصور ما قبل الكلوي اطراح البولة بيكون قليل، اقل من 35% نسبة البولة للكرياتين اصلا بيكون، واكثر من 35. من المعلوم انه امتصاص البولة هو تالي او لاحق للصوديوم، يعني الصوديوم هو اللي بيسحب اليوريا على مستوى البروكسيمال كومبليوتد شيديول على الجروب القريب. والبولة لها سايكل خاص بالمعوج البعيد لعروت، يعني بتعيد لها سايكل، بتنعاد امتصاص 60% في البعيد وبترجع للدم، بيقول لك حتى هو لو رجعت للدم سوت لنا مشكلة، بعدين بتنطرح. بنلاحظ انه في الاسباب قبل الكلويه نفس الصوديوم بتنخفض، بالاسباب بعد الكلويه بيزيد اطراحها في البول. لكن هالرقمين هذول لهم استثناءات لازم اعرفها ايضا. انا اذا عندي مريض عم بعطيه مدرات، المدرات هتطرح الصوديوم، بالتالي اذا كان سبب قبل الكلوي رح يصير شو مثل السبب بعد الكلوز، اطراح الصوديوم رح يزداد في البول. كيف اميز اعرف انه السبب قبل الكلوي ولا بعد الكلوي؟ هو مريض عم ياخذ مضر، اشوف اليوريا، اليوريا لا تتاثر مطلقا بالفورسيمايد، بالتالي رح تبقى امتصاصها ما قبل الكلوي او اطراحها ما قبل الكلوي اقل من 35%، لازم اعرف هالشيء. طبعاً هروحنا قصيرة. يلا بالضبط. أيضاً عم بقول لك في حالة مثلاً قصور القلب، قصور الكبد أو تشمع الكبد المزمن، تكون كمية الصوديوم المطروحة لأسباب أكثر من 1%، هي من الحالات الاستثنائية. الفكرة بين السلايدين أنا لأميز قصور كلية ما قبل كلوي، حاد ما قبل كلوي، ما بعد كلوي، لازم أعتمد على رقمين، إن نسبة الصوديوم المطروح في البول بالمية ونسبة اليوريا للكرياتين المطروحة في البول. إذا كانت أسباب ما قبل الكلوية لازم تكون قليل جداً أقل من 1%، واليوريا أقل من 35%، لكن الأسباب الكلوية وما بعد الكلوية بيكون الرقم معكوس أكثر من 1 وأكثر من 35. لأن الصوديوم اليوريا تلحق الصوديوم بنفس المعيار. لكن في عندي استثناء لما باخذ أنا أدوية مدرات، المدرات رح تزيد طرح الصوديوم، فأنا يا هالترى الصوديوم طرح في البول صار أكثر من 1%، بتعرف إنه هذا القصور قبل ولا بعد؟
الرقم زيادة بطلع على اليوريا. اليوريا لا تتأثر بالمونوبلاز. هاي الفكرة اللي أنا لازم أعرفها. طيب إيش هي العلاج؟ إيش العلاج لقصور الكلية الحاد؟ بالعادة أنتوا شفتوا مرضى قصور كلية حاد، شو بيعطون علاج؟ هلا حسب السبب. أول شيء ما رح نقول حسب السبب، أول شيء بدنا نشوف الأسباب المهددة للحياة، بندبرها بعدين بنركض على السبب. ثواني، طيب شو وضع المدرات؟ كمان بنعطيها شلون؟ تعطى المدرات. المشكلة عندنا المعالج السيء نعطي المدرات بشكل عشوائي، المدرات لا تعطى في قصور الكلية الحاد. خلي التركيز على التروية طبعاً. أنا بدي أعوض الحجم، أرجع التركيز الدموي أو أرجع الضغط الكبيبي ضمن الرقم المطلوب عشان الرشح. لازم أعوض سوائل، يعني أعطي الملح أزيد، يعني العلاج الأساسي هو السيرومات الملحية. أنت أعطي المدرات هل تستثناء إذا كان عندك قصور قلب حاد، قصور قلب مزمن مع حالة وظيفية سيئة، دخل بوزمة رئة وودمات شديدة. إيه، ونعطي المدرات لكن نعطي المدرات بحذر، لأن إحنا بنعطي العلاج مشفوية بصراحة مدرات عشوائية. لا تعطى المدرات إلا ثلاث حالات شديدة، وهي قصور القلب الذي بفاق وزمة رئة، هي مضطر أعطي مدرات، أو مريض عنده وزمات شديدة، يعني مريض عنده قصور كلية حاد وزماته خفيفة، فهي ما مشكلة، خذ سوائل ملحية وتوزن شوي. لكن شو السوائل الملحية اللي تعطيها بشكل عشوائي؟ لا، بدي أشوف الصبيب البولي الوارد والصادر وقديش أعطي. طيب وبعد ما نحن نتخطى حالة قصور الكلية الحاد نعطي مدرات مشان هو بالأساس لأني عنده وزمات وصار توزن زيادة؟ أنا بدعتي أنا، لكن فيما بعد بمرحلة لاحقة حتى بالشيء المعقول، ودعتي مع تعديل الجرعات، حتى لما بدخل أنا مريض عنده ضغط وعنده قصور كلية حاد، ما بحكي عن المزمن، المزمن له خط تاني، بحكي عن شيء حاد وصعب. مريض عنده ضغط وعم تعطيه إيه سؤال إيش بتسوي له؟ تعطيهم في قصور الكلية الحاد، تعطيهم، لكن أنا لازم أضبط الجرعة. طيب مريض قصور الكلية الحاد وعنده سكري، أنا بعرف وعم بعطيه متفورمين، كمان المتفورمين رح يتراكم، ما رح يصير عنده إطراح طبيعي مثل قصور الكلية السليمة، رح يتراكم، لكن هل تراكم هل بيأثر على الكلية؟ المتفورمين لا. يأثر على الكبد، يأثر على أعضاء أخرى، بالتالي أنا لازم أخفض الجرعة حسب القصور الكلية الحاد. في تداول كثيرة بيعتمدوها، إذا استعمال المدرات بشكل عشوائي لا تعطي إلا إذا كان في عندك قصور كلوي، قصور قلبي شديد، أو إذا كان عندك وزمات. العلاج الأساسي هو السالين، سيروم العلاج الأساسي. هل تعطي بيكربونات؟ نعطي بيكربونات، لكن شو نعطي بيكربونات؟ شيء، لكن حتى اعطاء بالحاد عم بحكي، مو بالزمان، الزمان نعطي. في الحاد بتعطي بيكربونات، لكن بدك تعطي بيكربونات خلال 6 ساعات تشوف الصبيب البولي. إذا الصبيب البولي خلال 6 ساعات ما تحسن، البيكربونات تنقلب سلبية في قصور الكلية الحاد. لكن المزمن إيه؟ نعطي. حتى البيكربونات في عليها خلاف، بيقول لك انتبه على الفوليوم، ما بيصير تعطيها بشكل عشوائي. اذا كان في عندك اوبستراكشن لازم تتداخل تعالج البروستات، او تعالج اذا كان عندك قصية حالبية. طيب مريض عنده سكري، انسولين هو في قصور كلية حاد، لكن حافظ على رقم سكري اكثر من البيزلاين الطبيعي، خليه فوق المية، من 110 ل 150، لا تنزلوا في قصور الكلية الحاد لأنه هذا رح يتفاقم لك الحالة. حافظ على رقم أعلى من الطبيعي من المعالج. دكتور نحن هون بيكربونات شاشو بالضبط أعطيناها هو ساعة حمار، هون بس السيطرة على الحمار، السيطرة على الحمار، وقلها دوب شان الكالسيوم. لا مو هي بس تفاقم الكالسيوم، مع
هي بتعمل هو الحماض اللي بعد البوتاسيوم بالاساس هو البيكربونات زي البيكربونات كده كارثة هاي البيكربونات عم بحكي عليها انه انا ما بصير اعطي البيكربونات الا اشوف البي اتش الطبيعي البي اتش الدموي وبي اتش البول فيك تقيس بي اتش البول فينا تقيس بي اتش البول بل ما فيك تعطي البيكربونات حتى يكون البي اتش اقل من 7.5 الدموي وتبع البول اقل من 6.5 بي اتش البول اذا ما حسن تضبط بي اتش البول اقل من 6.5 خلال 6 ساعات او ما صار عندك صديد بولي فترى مضاد الصفراء من داخل خلط البوتاسيوم في عندك معايير اخرى من البيكربونات انت رايح حتى الغسيل هي اساسا بيكربونات تعتبر خط اول هاي محاضرتنا اليوم بسيطه ان شاء الله الاسبوع الحاضر ناخذ على المسلم بس